Assalamu alaikum everyone, this is your brother AlKaatib, Calligraphist, and today I'm going to be doing one of my classical canvases known as the family flower. I'm going to be writing names of seven family members, each name within the shape of a petal, and a dua for parents in the center of the flower, and then also bismillah at the top and another dua for parents at the bottom. Hope you guys enjoy this. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. Yes, Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي